إلى جانب مشاهدي الكرام لاعب نادي أهلي تعز ومنتخبنا الوطني الكابتن يونس ردمان الذي ظهر بشكل جيد حقيقة وشارك في كل مباريات منتخبنا الوطني في بطولة غرب آسيا. كابتن يونس سعد الله مساك، ألف مبروك أولا لقب وكأس بطولة غرب آسيا العاشرة. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك اللاعب يونس حميد ردمان. ألف مبروك لقب البطولة. الله يبارك فيك ويعافيك. يعني صراحة خلاص الآن إن شاء الله كأس غرب آسيا هذه للمرة الثانية على التوالي تعتبر أن اليمن الآن بدأ لأن المواهب تخرجين وإن شاء الله من تقدم لا تقدم بإذن الله. يونس أنت قدمت مباريات كبيرة حقيقة، المدرب اختارك من أول مباراة دليل على ثقته فيك، لعبت كل المباريات، ضعنا في التفاصيل الدقيقة مشاعرك والمدرب يختارك من بين زملائك اللي موجودين أولا في المعسكر ومن ثم أيضا في أرض الملعب في المباريات. والله الكابتن سامر فاضل مدرب، يعني صراحة مدرب يعتبر أنه أوروبي وليس يمني بتفاصيله الصغيرة والدقيقة، يعني مدرب على مستوى ما شاء الله عليه، إنسان شغال على نفسه مجتهد. فصراحة أول اللي كان مباراة مع منتخب العراق بسبب الضغوط، لأنه كان علينا احنا الستة الأولين ضغوطات، يعني سنين قالوا إننا نلعب غرب آسيا 2008 بسبب الضغوطات كل شيء. وصلت قبل المباراة يعني مع الضغط هذا صرت أنا يعني مشحون كذا قليل، حاجة بسيط بس، برغم إنهم زملائي احنا نلعب كمنظومة ما حسيت بالتعب ولا حسيت بالإرهاق ولا حسيت إننا خارج المباراة ولا حسيت كأننا من أول مباراة هلي، فهمت كيف؟ طيب ما الأشياء الذي كان يعتقد يونس إنه ممكن يفعلها ولم يستطع القيام بها داخل أرضية الملعب؟ صراحة كنت أتمنى إننا أهدف بس يعني لم يحالفنا الحظ، حاولت يعني أول مباراة إننا حاولت إننا أهدف، حاولت مباراة إننا لما أهدف أصنع، حاولت مباراة ثالثة إننا أهدف أصنع، يعني أتمنى إننا كنت أهدف بس يعني ربي ما وفقناش. المباراة الذي يعتقد يونس انه لم يكن في المستوى الذي هو يحلم ويطمح فيه امام اي منتخب؟ صراحة كل المباريات كنت موجود، يعني كان هلي ما شاء الله، لانه احنا نلعب كمنظومة الفريق ما نلعبش لاعب فردي، نلعب كمنظومة واي لاعب يخرج قبل المباراة اصحابنا يرجعونه. كيف كانت شعورك في المباراة الأخيرة أمام المنتخب السعودي، لأنها مباراة يعني إما يتحقق الحلم وإما أنه نغادر بلا كأس؟ والله آخر مباراة كانت لي، يعني آخر مباراة كانت طبيعي جدا وأسهل مباراة لعبتها يعني بالمنتخبات، لأنه كأول مباراة ضغط هي مباراة أول مباراة بالعراق، كأداء لعبت ثلاث مباريات بعد مباراة العراق يعني وصلت للمرحلة الأخير، وأنا يعني إنسان شابع لعب واعي، يعني إنسان خلاص جاهز إن أنا جاهز خلاص يعني جاهز بشكل عام إن أنا ألعب كبطل. شعورك في الآخر ضربة خسرت السعودية فزنا بلقب البطولة، كيف كانت شعورك؟ والله لا رجعت قليل، كضيع أول لاعب حقنا فعبد الرحمن الخضير، فوالله إن أنا ثقتي بالله كبير، أقسم بالله إن أنا قلت إن إحنا عنشر البطولة، ضيع الثاني حقنا أقسم بالله إن أنا لا هتزت حتى شعره، إن قلت البطولة حقنا وقعت الضربة حقي أنا، وأنا أفكر كيف أنا أسعد أصحابي اللي ضيعوهم، والحمد لله هدفته، هذا بفضل الله فضل اللاعبين، وإن إحنا مجموعة واحدة لن يهزنا أي شيء كمنظومة، والحمد لله تجاوزنا وجلينا الكأس. طيب يونس الآن عاد إلى أرض الوطن، كيف سيجهز نفسه لما بعد غرب آسيا؟ الآن حتروح منتخب شباب، حتروح منتخب أولمبي، تفكر في الاحتراف خارجيا، ما الأفكار والأمنيات والأحلام اللي بتفكر فيها؟ والله حاليا الان احنا نشعر بالسعاده والفرحه كارجع الى محافظتي تعز، ان شاء الله اشتغل على نفسي، لانه انا ما اعتمد على تمارين النادي بس، انا شخصيا اعتمد على تماريني بالبيت واتمرن لحالي غير النادي، كتمارين النادي اضافه لي بس، وان شاء الله المنتخبات هي ارزاق بالاول والاخير، فان شاء الله ان انا اقدم الافضل والخير واقي باذن الله. يعطيك الف عافيه كابتن، شكرا لك حقيقي.